مروان حنبولي جيتاريست، وانا اسمي حماده نور بركشنست الفرقه، ويلا بينا عشان نبتدي الحلقه. احنا بدانا في اعاده فرقه السانشاين في سنه 2002. الفرقه دي ليها تاريخ طبعا قديم. كنا كونا الفرقه دي في مصر زمان ايام ما كنا صغيرين كلنا، وبعدين انا رجعت تاني الفرقه بشكل جديد، اللي هو الناس عارفاه دلوقتي، اللي احنا عاملين ستريس، عاملين ستايل لاتين، بنلعب لاتين ميوزك عشان الموضوع ده طبعا الناس بتحبه في مصر. انا لما حماده كلمني الحقيقه ان انا العب معاهم في الفرقه، لقيت انها فرصه جميله جدا، لان الفرقه جميله بتلعب نوع كل الناس بتحبه، انا شخصيا بحبه جدا، فلقيت انها فرصه جميله جدا ان الواحد يقدر يعمل حاجه تعجب الناس وتعجبني طبعا. Regálame, ay, tu bien te os. Regálame, sin saber por qué. Consideré ya el amor sincero, de que el amor tanto yo busqué. Consideré, ay, si tú me quieres, ay, dímelo, déjamelo ya. Mira bonita, ay, si tú me quieres. Como yo te quiero a ti. Hey. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, que este ritmo que tocamos. Hey. Sincero, de que el amor tanto yo busqué. Creo a ti, ay, yo soy sincero. Ay, que este amor tanto yo busqué. Oh, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, que este ritmo que tocamos. Hey. We'll be right back.
bailar este ritmo que tocamos. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar que este ritmo que tocamos. Hey, la 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 la. احنا اخترنا السايد ده لان احنا برضو جوانا بنحب التشاتشا والسامبا والرومبا. كنا بنسمع الحاجات دي زمان في افلام يعني افلام عبد الحليم وافلام احمد رمزي وكده. فاحنا بطبيعتنا بنحب الستايل ده يعني. خدنا من الخواجات الستايل ده. فده هيبقى باين قوي في شغلنا في الفرقه. نعمل نحب نفس الستايل ده. هو ستايل دانسي طبعا يعني. الناس بتحس بالريتم بتاع الحاجات اللاتين ان كانت سالسا ان كانت شاتشا ان كانت كده. من زمان الناس في الغابات وفي الحاجات الطبيعيه كانوا بيستعملوا الارتام دي والنوع ده من المزيكا. هو اللاتين ميوزك عموما بيتميز فعلا زي ما بيقول عكاشة بالارتام بتاعته المميزه جدا, والالحان بتاعته بتبقى بسيطه بحيث ان اي حد يعني مش محتاج ان هو يبقى على درجة عالية من الوعي الموسيقي علشان خاطر يحبها او كده. يعني اي حد ايا كان مثقف موسيقيا او حتى يعني مش عايز اقول امي موسيقيا بس بتعجبه جدا, واي حد بيستصغها وبتخش على طول بيحس بيها جدا. يعني بصراحة انا شايف انها من اجمل الستايلات اللي ممكن حد يلعبها بالذات في التكوين بتاعنا احنا ده. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la
una historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, oh, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba y el calor que me brindaba el amor y la pasión. طبعا نوع المزيكا ده مش مقيد بسن ولا بحدود ولا بثقافة، لان زي ما قلنا من شوية هو بيتحس، اي حد بيحسه بسهولة، فما فيش ليه اي حدود، لا جنس بيحكمه ولا لون ولا سن. فمستمعينا من اصغر حد لحد اكبر حد. هو طبعا كلام ما بقاش يقوله ده كلام مظبوط جدا، بس انا اضيف عليه حاجه مهمه قوي. احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اخترناها لنفسنا بنعمل المزيكا بتاعه الخمسينات والستينات، زي المامبوهات، زي الشيري بينك، زي الحاجات دي اللي دايما بنسمعها واحنا صغيرين في افلام عبد الوهاب وكده. فلما لعبنا ده تاني جالنا ناس بيحبوا ده، ودي كانت حاجه مهمه جدا، جالنا الناس كبار اللي هم كانوا بيسمعوا الحاجات دي هم صغيرين. فاحنا كده زي ما عكاشة بيقول بقى عندنا تدرج في الاعمار، فبيجينا الشاب طبعا صغير اللي بيسمع مرينجي وبيسمع سالسا، وجالنا الكبير اللي بيسمع الشاتشات وكده. فهو ده بعدين احنا طبعا حفلاتنا بنعمل حفلات في الاوبرا وبنعمل مكتبة اسكندرية وكده مهرجانات يعني. فطبعا بيجينا ناس معينين مش بتوع نايكلابز، بتوع ناس بيحبوا يسمعوا. فعشان كده الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نجحنا في الحكاية دي الحمد لله. وشايف برضو يا حمادة ان حتى الشباب اللي ممكن يكون بيسمع حتى نوع حديث من المزيكا، يعني مثلا زي في بعض الانواع كده يعني مثلا زي الراب والتكنو والحاجات ديت، برضو ما بيمنعش يعني ما بيعترضش قوي على نوع المزيكا، لان هو فعلا نوع محبب فبيسمعه وبيحس ان هو يعني طب ليه انا ما سمعتش ده مثلا او كده. فهو بالنسبة للأعمار طبعا مش هنتكلم عن المجتمع الغربي لأن هم كده كده بيحبوا النوع ده من المزيكا، إنما بالنسبة لنا احنا متهيألي مفيش حد ممكن يمانع إنه يسمع النوع دوت من المزيكا لأنه بصراحة محبب جدا.
برضو يعني لنا طبعا مشاريعنا وطموحاتنا ان شاء الله ان احنا ممكن ننفس حاجة احنا عايزين نعملها تبقى لنا حاجات بتاعتنا خاصة بينا. ولكن طبعا احنا الفترة اللي فاتت يعني في حد من الفرقة توفى وكده درامر الفرقة محمود ممدوح الله يرحمه، فطبعا زعلنا شوية ووقفنا شوية. وبعدين لكن احنا طبعا الفترة الجاية دي ناويين بإذن الله هنرجع تاني كمان اقوى من الاول وهنعمل حاجات خاصة بينا ان شاء الله. فهو ده طموحاتنا حاليا، وفي مهرجانات معروضة علينا إن شاء الله إن كلنا نصيب ونعملها خارج مصر إن شاء الله كلنا نصيب ونقدر نشترك فيها بإذن الله. Live together on
See how the storm